دلوقتي بقى تعالى نسمع دلوقتي يعني رساله من اسره بروكيتش وهي بتتكلم عن النادي الاهلي. نسمع نشوف اسره بروكيتش قالت ايه عن النادي الاهلي. Hi guys, I'm Dominic. Greetings to all of you Al Ahly fans. And let's go Al Ahly, let's go Eagles. Hi, I am Tamara Prokesh. Today for Al Ahly. Assalamu alaikum. المشاعر الجميله اللي حضرتك بتقولها مستر مايكل عن المصريين وعن مصر، بتقول ايه بقى لاصدقائك وهم في التشيك عن مصر؟ يا عاصم زكي ما نناشل نيجاتيفا. لغايه دلوقتي ما لقيتش اي حاجه سلبيه من قعدتي هنا في من قعدتي في مصر. سمعت انا كابتن خالد بيو بيقول في التقرير اللي اتعمل معاه ان انا ساعات بتضايق ان لما يكون مثلا حاجات تتغير في السيستم اللي احنا شغالين عليه، بس اي حاجه بتحصل مثلا سلبيه ما بدخلش بشكل شخصي، حتى لما يحصل شد بيني وبين اي شخص ما باخدش الموضوع بشكل شخصي. فانا خبراتي وقعدتي هنا في مصر كل يعني كل حاجه ايجابيه موجوده في مصر انا مستمتع بيها. وانا بكلم مع صحابي عن الحاجات الايجابيه كلها انا بشوفها في مصر، وكل الناس صحابي اصدقائي اللي جم زاروني هنا في مصر يا اما بيبقوا عايزين يجوا تاني يا اما عايزين يعيشوا هنا. دلوقتي انا مستني موجه كبيره من اصدقائي من التشيك ان هم يجوا مصر. النجم العالمي نيدفيد ليجندا، عايزين بقى رساله منك كده لنيدفيد انه يجي مصر وبيتر تشيك والنجوم العالميين دول. Já musím říct, že jsem s Pavlem ještě o mé zkušenosti z Egypta nemluvil. Mluvil jsem o tom s Karlem Poborským. Lazem aul aul lana lisa ma kalamtash ma Pavel Nedved an khibrati w hayati hena f Masr w shughli hena f al Nadi al Ahli, bas kalamt ma la'ib al kabir Karel Poborský. Takže samozřejmě teď je otázka, pokud budeme cestovat do Evropy, pokud začneme mít nějaký kontakty s Evropou, tak asi bude i jednodušší a bude blíž, abych s Pavlem tohle téma komunikoval. وطبعا Pavel Nedved بيعمل عنده منصب في نادي يوفنتوس، فانا لما اروح اقابله ان شاء الله في الفتره الجايه فاكيد هنتكلم عن سبل التعاون بين قطاع الناشئين ونادي يوفنتوس في ايطاليا. بتتابع الدوريات الاوروبيه؟ طبعا لازم اتابع الدوريات الاوروبيه والمباريات العالميه عشان دي بتوريني الكواليتي اللي هم وصلوا ليه، والهدف اللي احنا لازم نشتغل عليه هنا في النادي الاهلي عشان نوصل للمستوى المستوى ده. فانا بتابع الشامبيونز ليج والويفا ليج، الدوريات الاوروبيه والشامبيونز، وطبعا بتابع دوريات زي الاسبانيه والانجليزيه والايطاليه. Že musím sledovat všechny zápasy naší mládeže, odsledovat. Chci mít přehled o egyptské lize. لكن لما فكر انا لازم اتابع كل لكن يعني انا بتابع الماتشات كلها بتاعتنا وبحاول يبقى عندي تصور واضح وكامل عن الدوري المصري، بتابع تقريبا الماتشات بتاع الدوري المصري، فما بقاش عندي وقت كبير جدا او فاضي كتير ان انا اتابع الدوريات الاوروبيه بشكل تام يعني. مستر مايكل شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بالحوار معاك، وايضا كمان بنشكر الدكتور ابراهيم منصور اللي قام بعمل الترجمه في الحلقه. وانا شكرا جزيلا، بحب اشكركم شكرا جزيلا على الدعوه، وطبعا اشكركم على الكلام الجميل اللي احنا قلناه في الحلقه، وعارف ان الكوره في مصر هي في المركز الاول بالنسبه للجماهير وبالنسبه للشعب المصري كله. وان شاء الله يكون لنا حلقات ثانيه ان شاء الله مع نجاحات كبيره لقطاع الناشئين النادي الاهلي، وايضا يعني الفتره الجايه ويكون فيها تصعيد لعدد كبير من اللاعبين للفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.